إيمانا منا بالنهوض بالواقع الخدمي والتشريعي والرقابي، وبضرورة إعادة الرمزية التاريخية والحضارية لعاصمة بغداد، وعودة رونقها ومكانتها بين العواصم العربية. وبعد التوكل على الله، اتفقت القوى الوطنية، السيادة والعزم والحسم الوطني على تشكيل كتلة بغداد، داخل مجلس محافظة بغداد لتكون الصوت الحقيقي المنتج والمراقب والمساند لمشروع الإعمار الذي تتبناه رئاسة وأعضاء كتلة بغداد وتحالفاتها والمعبر عن رؤية وطموح واهتمام المواطن البغدادي من خدمات وتشريعات ومهام وطنية معبرين عن دعمنا لكل مشاريع الإعمار الحكومية وفقا لرؤية مجلس محافظة بغداد وحكومتها المحلية القادمة. خدمة لأبناء محافظة بغداد بمركزها وحزامها. معلنين ترحيبنا بانضمام باقي الكتل والشخصيات الفائزة بانتخابات مجلس محافظة بغداد. وفقنا الله لخدمة بغداد